بسم الله الرحمن الرحيم. دي اللي هي السماعة الطبية اللي هي ماركة ريستر، اللي هي اللي احنا بنقول عليها الدوبليكس 2، او العرف اللي بيتقال عليها اللي هي الابل ستايل او الابل شي. نشوف بقى كده، نفتح الصندوق بتاعها، البوكس بتاعها. هي طبعا سعرها حوالي 750 جنيه، طبعا بتزيد شوية او بتقل، بس هو ده السعر المتعارف عليه او السعر الرسمي بتاعها. الكرتونة بتاعتها اهي، من الجنب برضو هنلاقي مكتوب عليها الدوبليكس 2، برضو من هنا الماركة بتاعتها ريستر. خلي بالكو بيبقى فيه هنا ده مهم جدا، الباركود اللي موجود عليها ده اللي بنبقى بنميز بيها الأصلية من العادية، وهنقول بعد كده ازاي تميز ما بين الأصلي وما بين اللي هو التقلي. هنفتح بقى كده البوكس بتاعها ونشوف فيه ايه. اهو علبة بتاعتها، الاول خالص ده الكتالوج بتاعها، مكتوب بلغات كتيرة، مكتوب اهو فرنساوي، ومكتوب انجليزي، ومكتوب الماني، طبعا متوضح فيها الكتالوج. ده الكتالوج بتاعها. بنشوف بقى السماعة نفسها ومحتويات البوكس ايه. السماعة نفسها اهي معانا. طبعا هي في منها اربع الوان، يعني في منها الاسود، وفي منها الازرق، وفي الاخضر، وفي الاحمر. طبعا انت بتاخد اللي بيعجبك. السماعة اهي مكتوب عليها ريستر، ومكتوب عليها ميد ان جيرماني. ميد ان جيرماني بتبقى واضحة على الدفرام بتاعها. نيجي نقلبها كده برضو نفس الكلام، هنلاقي مكتوب عليها من هنا اهي، مكتوب عليها ريستر هنا هوت اهي، ريستر واضحة. خلي بالكو مكتوب عليها اهي ميد ان جيرماني، واضحة ميد ان جيرماني اهي، تمام. مكتوب عليها الموديل بتاعها الدوبليكس 2، الدوبليكس اهي، دوبليكس 2 اهي، اتحاد اوروبي، مكتوبه برضو ان هو اهي الاتحاد الاوروبي سي اي والميد ان جيرمن. ادي السماعه اهي. طبعا ما شاء الله باينه ان هي حاجه قيمه، حاجه كويسه. اهي السماعه بتاعتها، طبعا بتتوسع، فرد وتوسع. دي السماعة. بنلاقي في ايه تاني مع البوكس ده؟ بنلاقي ان في عندنا هنا ده النيم، ده النيم بنكتب عليها الاسم بتاعك. حضرتك ممكن بتحطها هنا في المكان بتاعها، بتتفتح طبعا وبتتحط ان هو بيبقى ليها الفتحة بتاعتها، وبنثبتها في ممكن تثبتها كده، تدخلها من هنا وتحطها هنا، بيبقى فيها الاسم بتاعك. طبعا بنشيل دي وبتدخلها من هنا اهو، وبعد كده بتتحط اللي هي الاسم. تبقى في كمان معاها دول اللي هم اتنين اهم، اتنين احتياطي لدول اللي هي السماعات بتاعت الودن، اللي هي الكاوتشة دي بتاعت السماعات، هم جايبين لك احتياط. طبعا هو كان زمان كان بيبقى فيه أربعة، ما كانش بيبقى فيه اتنين، حتى باينة في الصندوق بتاعها مكان ليه أربعة. دلوقتي هي بتنزل اتنين بس من الشركة الأم. في كمان هنا دايفرام، ده دايفرام احتياطي، ده عشان لو اللي احنا بنقول عليها الطابلة يعني او الرق بتاعها لا قدر الله باظ، بيبقى معاك واحدة احتياطي تاني. دي بتركب مكان اهي اختها بالظبط، دي بتركب في نفس المكان لو دي باظت، يبقى ده دايفرام احتياطي. في عندنا طبعا غير اللي هو الاسم دي، في عندنا اللي هو الكتالوج الضمان بتاعها اللي هو ريستر، الضمان بتاعها اهو، ده الضمان. طبعا في ناس بيقولوا دي بقى اللي هي الأصلية اللي جاية من التوكيل بتاعها. الناس بقى ممكن تعرف ازاي الأصلية من التانية اللي هي اللي مش أصلية.
اول حاجه بنلاقي فيها ان ممكن الكتابه ما تكونش واضحه، تلاقي التانيه الكتابه كده الخامه بتاعتها والكتابه ما هيش الاصليه، التانيه التقليد بتبقى كتابتها مش واضحه. نمره اتنين لما تيجي تقلبها كده الجزء اللي هو المعدن ده بعد التقليد، بعد التقليد هتلاقي مفيش القطعه المطاط دي موجوده، هتلاقي كلها استلس من هنا، والقطعه المطاط السودا دي ما هياش موجوده في التقليد. الكتابه اللي هي اللي موجوده طبعا كتابه واضحه عليها على الاستلس، التقليد تلاقي الاستلس بتاعها مش صافي، مش نظيف كده، مش صافي مش نظيف، تلاقي الاستلس الاستلس بتاعها تلاقيه زي ما يكون منقر كده وخامة مش نظيفة. الجزء ده لو احنا فتحنا الجزء دوت بتبقى طبعا فيه زي تلت حلقات كده برزين شوية، لو فتحناها طبعا بس انا مش عايز افكها، الاصلي بتبقى خشنة خالص والتانية بتبقى ناعمة، طبعا انت مش هتقدر تميزها لان مش هتقدر تفك. كمان في التقليد ما بتلاقيش الحرفين اللي هم اللي هي بتاع الاتحاد الاوروبي دول اللي هي مجازة من الاتحاد الاوروبي، ما بتلاقهمش في التقليد، التقليد ما بتلاقيش اللي هم الحروف دي، الحروف دي ما بتلاقيهاش في الاتحاد الاوروبي اللي هي السي والاي، السي السي والسي اي ديت اللي هي اتحاد اوروبي اللي هي مكتوبه على الجنب هنا اهو، ما بتلاقيهاش، اللي هي تعتبر المنشا بتاعتها ما بتبقاش ايه موجوده. ده اكتر حاجات تقدر تميز بيها. برضو المعدن دوت في التقليد الجزء المعدني ما بتلاقوهوش خامة صافية كده ونظيفة، بتلاقيها برضو زي ما تكون فيها شوايب، فبتبقى طالعة مش نظيفة ومش كويس. دي اكتر حاجة بتقدر تميزها بالنسبة للتقليد من الاصل. طبعا هي سماعة قيمة وسماعة كويسة جدا وبتاعت العمر، احنا دايما بننصح بيها سواء الطلبة او سواء بعد كده في شغلك، هتبقى تعمر معاك وبتاعت الشغل اللي هو الشوق. موجودة طبعا في اماكن كتيرة، يعني يمكن اكتر اماكن موجودة فيها في القصر العيني، هتلاقي اماكن كتير وكله الاغلبية يعني بيبيعها اللي هي الاصلية بعيدة عن التقليد. هتلاقي في اماكن تانية ممكن في مصر الجديدة برضو تلاقي ليهم مكان بتتباع فيها، في الدمرداش قدام، ده انا بتكلم على القاهره طبعا، في الدمرداش قدام كليه طب عين شمس بعض الاماكن. طبعا هي سعرها بنقول السعر اللي هو 750 جنيه، ما تجيبهاش اكتر من كده، ممكن في ناس بيبيعوها ب 800 وفي اللي بيقول 850 وفي اللي ب 775، انما هو سعرها صمم على 750 جنيه. كده نتمنى ان احنا نكون وفينا لكم كل حاجة عن السماعة القيمة دي اللي هي ريستر أبل. شكرا ونشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله، ما تنسوش دعم للقناة ولايك وشير، شكرا.